السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. أنا الفدائي رجب إبراهيم عبد العزيز من المجموعة 139 صعقة والكتيبة 133 صعقة. شاركت في الدفرسوار وضربنا 34 دبابة، وطبعا ضربناهم ازاي؟ من عند ربنا سبحانه وتعالى. الرئيس السادات الله يرحمه كان بيخطب يوم 22 أكتوبر، وهو بيخطب الدبابات دي اتحركت تحركات غير عادية وغير طبيعية، فطبعا احنا ربنا ألهمنا ان دول هيعملوا حاجة، فكنا في قلب الطرق بتاعت عزبة الخشينة وعزبة أبو عطوة. فين دي؟ في آخر كوبري الجلاء، على الشارع اللي فيه كوبري الجلاء. وطبعا الدبابات دي لو عدت كوبري الجلاء دخلت القاهرة، فربنا ألهمنا ان لقينا 4 دبابات. طبعا كانوا الدبابات دولت انجليزي، كانت هدياهم بريطانيا لإسرائيل. الجنزير بتاعها كاوتش عشان ما تعملش صوت، فربنا ألهمنا ان احنا سيبنا اول دبابة عدت، تاني دبابة عدت، التالتة عدت، الرابعة جت قصادنا ضربنا الاولانية وضربنا الرابعة، وربنا كرمنا كفخ، يعني عملتها كفخ بالظبط كده. الدبابتين التانية والتالتة كانوا محملين اسلحة كتيرة، طبعا من كتر الأسلحة والانفجارات غرزوا في الأرض، بقوا في المنطقة اتعمل حواليهم سور واتعمل معرض غنايم موجود لحد دلوقتي في مدينة الإسماعيلية في عزبة اسمها الخشينة. وطبعا احنا ربنا أكرمنا إن وقفنا العدو على طريق كوبري الجلاء. المفروض يعني لما كان الرئيس بيقول خطابه المفروض كان الحرب تقف. ايوه احنا كان عندنا وقف اطلاق نار وهم ما كانش عندهم وقف اطلاق نار، وكانوا بيضربونا بصاروخ اسمه SS. لكن انتوا استعديتوا احنا ضربناهم وقت خطاب الرئيس. عندما هاجموا عليكم او لما كان لا هم ما هاجموش، هم كانوا داخلين القاهره. ايوه ده هجوم برضه. قالوا ان احنا بقى بنسمع خطاب الرئيس السادات ونايمين. احنا كنا قاعدين لهم في الطرق كانت مدريانه. فربنا ألهمنا وضربنا 34 دبابه واتعمل منهم معرض الغنايم موجود لحد دلوقتي في عزبه اسمها الخشينه وابو عطوه والعمده في قلب مدينه الاسماعيليه. وانا بتشرف ان انا كنت من ضمن ابطال المجموعه ديت، لان انا كنت قائد مجموعه في الكتيبة 133 صعقة. شكراً.